مرحبا يا شباب يا بنات، شو طيارة؟ يوقفون عنده. لذلك اي نعم، اذا التزمت وربي سبحانه وتعالى اكرمنا بالالتزام انه نوقف عند حدود الشرع. هلا بيموت ميت، شلون بيموت الميت؟ ما هو ميت، شلون بنقول مات ميت؟ بيموت الميت، ما هو ميت. اي نعم، فلذلك بتلاقي بيساوي اكل على روحه. من فتره عنا بالحي مات رجل، اتصلوا فيني بالتليفون، مرحبا شيخ فلاني، قال ممكن تجي تتغدى عنا. بالعاده انا بتغدى عندهم، بيتغدوا عندي يعني ما. قلت له ايه والله بيجي ان شاء الله. قال لي مات فلان بدنا ناكل على روحه. قلت له انت بتعرف انه ما ناكل على روح الاموات. في نهي في مسند الامام احمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعد اجتماعنا الى اهل الميت وصنعهم الطعام لنا من النياحه. وفي البخاري يعذب الميت بما نيح عليه. فشيوخ السلطه لما ببلشوا بياكلوا تلاقي مولينوكس، تلاقي معبي هون فرامي هون فرامي. اي نعم، بعد ما بياكل شو بيقول لك؟ ان شاء الله نور الايمان. وين نور وين الايمان؟ اكل قتل لقى الحاجه. كل قرص صفيحة اكل فيه مزربي الميت. اي نعم، وصل ولا ويله لاخر الدنيا. ايه ما رحت والله. اتصل علي المساء قال لي والله كل مشايخ الحاره اجوا. لك وكل عمائم. لك درسوا مثل ما درست انا. مو انه والله انا عندي علم هن ما عندهم، انه درسوا نفس الدراسه درسناها سوا. بس المشكله بتجي بالتطبيق بقى. درست بدك تطبق. اي نعم. وبس انسان بقى يبدا بتطبيق الشرع بصير ثقيل على الناس. قريه من القرى مره فز الشيخ بده يطعميني قرص صفيحه بده يدحش لي اياه ويتمني غصب عني. فهو الشيخ هذا بياكل اي نعم كيلو صفيحه وقاعي، وبياخذ على بيته كيلين صفيحه، وبيغسل الميت بياخذ عليه 1000 ليره. وهي يعني بلد كبيره، اذا مات 100 انسان بالسنه فيه 100,000 ليره. فاحنا جيت انا اعلم الناس كيفيه التغسيل والتكفين وفق الشريعه الاسلاميه. فبجيب انا شاب وبحطه بالجامع وبكفنه وبغسله، وبنشوف شلون بنحمل الميت وكيفيه الصلاه عليه. فمره ابي بهالمره الوحيده اللي حضر لي درس، فات على الجامع لقى لي مكفن واحد. فذاك عم يضحك بقبل الكفن، بتعرف اللي بيضحك بهز، افتكروا ابي خايف عم يرجف. طلع فيه ابي وهز براسه وراح على البيت. والله رحت على البيت قال لي هيك العالم بدرسوا هيك؟ قلت له شو بدنا درس فقه؟ قال لي بركي مات هذا. قلنا له كفنه جاهز يا ابو زمان، ما في مشكله. مجهزينه يعني الله معه يا زمان. قال لي بنخلص من اهله؟ بيقولوا اهله نحن السبب. الناس بدها تتعلم وما راح يموت إن عم التنسيق. فلذلك دروس الفقه اللي بنعطيها بالجوامع سبحان الله بتلاقي ايش يعني بتشد الناس، بترغب الناس، نضحك نحن وياهم. لذلك يعني سبحان الله الناس عم يتفرجوا على التواصل الاجتماعي دروس اللي بساويها. واسال الله سبحانه وتعالى انه يكرمكم اهل الحي هذا. بلغوني الشباب اي نعم يعني محبتكم للمجالس العلم، والله يبارك فيكم ويحسن اليكم. ادعي لنا شيخي الله يبارك فيك. اعطيه الميكروفون للشيخ يا لك الحمد يا ربنا أن أكرمتنا بالإسلام، لك الحمد يا ربنا أن أكرمتنا بالإيمان. اللهم لين جوارحنا لطاعاتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وضغط إلى نفوسنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الجهد عليك التكلاء، وهذا السؤال عليك الإجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته،
ولا مسافرا إلا سالما غانما لأهله رددت، ولا سجينا مظلوما إلا فككت أسره وفرجت همه ونفست كربه، ولا معسرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا بسر الفاتحة. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم.